ب 9 كانون الثاني 1951 افتتح رسميا المقر الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة بنيويورك، علما أن أعمال بنائه بدأت سنة 1947 واكتملت عام 1952. يتمتع المقر بالحصانة الدبلوماسية ويعتبر أرضا عالمية ولا يخضع موظفوه للقوانين الأمريكية. يتكون المقر من 3 أبنية: مبنى الأمانة العامة وهي بناية من 39 طابقا تأوي مكاتب الأمين العام للأمم المتحدة، مبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو المكان الذي تعقد فيه الجمعية العامة اجتماعاتها، مكتبة الأمم المتحدة التي تمت إضافتها سنة 1961. تحيط بمقر الأمم المتحدة حديقة تم تزيينها بتماثيل مهداة من قبل أعضائها، ويمكن للسواح زيارة المقر بحيث تم إحصاء أكثر من 40 مليون زائر منذ افتتاحه.